فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. عبية الجاهلية بضم العين وتشديد الياء، والمراد بها المفاخرة بالأنساب. نعم. وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. مؤمن تقي أو فاجر شقي، ولا ينفع العبية والفخر أبدا، إنما هذا بالتقوى. نعم. وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة: حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير، فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم عز وجل واحد؟ ألا وإن أباكم واحد؟ ألا لا فضل لعربي على عجمي؟ ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى؟ ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذه العبية وهذا التفاخر والتطاول على الناس بغير حق، وأرجع الأمر إلى التقوى، وهذا كما في الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد خطب بذلك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.